أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل لمن حج وبقي في مكة، الإكثار من الطواف وهو في الحرم، أم الخروج إلى الحل التنعيم ثم الإتيان بالعمرة في كل يوم؟ لا، بقاء في الحرم، المسجد الحرام أفضل، يطوف به ما تيسر ويصلي ما تيسر ويعتكف فيه، يصلي الصلوات المفروضة الواحدة عن 100,000 صلاة، خير كثير. نعم.